اليوم في 24 من شهر رمضان المبارك نقيم هذا الحفل ضمن الأنشطة التي قمنا بها في مطابخ مجلس في مطابخ منظمة البشائر الإنسانية في الغوطة الشرقية. هو حفل لإفطار الأيتام. أقمنا عدة حفلات لإفطار في عدة بلدات في الغوطة الشرقية، وهذا ضمن هذه الحفلات، هو لإفطار الأيتام في بلدة جسرين، طبعا بحضور من الإخوة في الفعاليات والمجلس المحلي والسادة العلماء في بلدة جسرين.